مارو سلت ذا وحدي بتوقع أنا ما سمت نشد. السلام عليكم. يا هلا والله. ما بيمشي. ما اسمك؟ جابر أحمد الصباح المحلل عبد الماجد محمد عبد القادر الترمذي. شكرا شكرا. شكرا. كم عمرك؟ عمري وانت كم عمرك؟ انا عمري 30 سنة. ايه يا 30 سنة يا باي 30 سنة. انا عمري 10 سنوات. 10 سنوات؟ واللي شفته في العراق انت ما شفته. نعم اعرف انني لم ارى ما رأيته في العراق. لانني لا اسكن في العراق. انت بتعمل ايه هين؟ انا منشط وصحفي، اريد ان اطرح عليك بعض الاسئلة. صحفي؟ صحفي كويس كويس. صحفي امريكي؟ لا. مش امريكي. انجليزي؟ لا. مش امريكي. مش انا من الجزائر. جزائر؟ فين الجزائر؟ في الصومال؟ جاي الجزائر جاي. لا الجزائر بلد، الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد. بلد المليون ونصف شهيد. وانتو فين الشهداء اللي ماتوا ما شافونا واحنا نموت كل يوم؟ انتو فين يا جزائريين يا حبيبي؟ معلش انت متأثر بالحرب. متأثر بالحرب. نعم. هل لديك اخوة؟ كل ماتوا. لدي 10 اخوة. الواحد من الفلوجة، والثاني في الفلوجة ثاني، والثالث في فلوجة ثاني، والرابع في المستشفى في الفلوجة، والخامس خلاص. لسه ما زال. شكرا. كلهم ماتوا في الفلوجة. في الفلوجة. الله يرحمهم إن شاء الله. هل أنت تدرس؟ هل أنت تدرس في المدرسة؟ أدرس؟ إيه أدرس دي أدرس. ما في مدارس، كله حطم الأمريكان، حطم المدارس، حطم الجامعات، وبنى الكباريهات، وبنى إهداء اللي بفيش ماذا ماكدونالدات يعني، وكل من دي يعني. ماذا تتمنى أن تصبح في المستقبل؟ أنا أتمنى أصبح في المستقبل جندي. جندي. جندي زي صدام حسين، وحطم كل. نعم تحطم الامريكان؟ الامريكان؟ ما باقي الامريكان، الامريكان احنا بنلعب معاهم الامريكان. من تحطم؟ حطم العرب. اقتل كل العرب اللي قاعدين بيشوفوا لا ما داروا حاجة. بارك الله فيك. بون تونيد لقطت سيتوغ العراق يقع تنشيطو بون يدي سيكن يعني والن بلا مصح الحبس غدايا ومن بعد السينيز ولا فرنسا ملاقي مع قنبورخس دات ومان يقع مع سنا والحوار. بونجور. بونجور. كومون تي تابيل؟ موا؟ وي توا. موا سي ميشيل. ميشيل؟ وي. كال اج تي؟ موا جي 10 ans. 10 ans? Oui, 10 ans. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Oui, j'ai un chien. Un petit chien, il fait partie de ma famille. J'ai une sœur, Catherine, et j'ai un frère. Est-ce que vous habitez tous ensemble? Oui, bien sûr, ça. Mais il y a ma sœur, Catherine, elle habite avec son copain. Pas loin de chez nous. Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Elle habite seule avec son copain? Oui, si sa vie privée, je ne peux pas dire quelque chose, moi, parce que je suis petit, moi. Est-ce que tes parents lui disent quelque chose? Oh non. Elle ne s'est pas encore mariée, hein. Mon père, il n'est pas encore marié avec maman. Qu'est-ce que tu veux devenir à l'avenir? L'avenir, quand je suis grand comme ça, comme oui, toi, oui. Avec une barbe comme ça. Oui, si tu veux. Ah oui, je crois pas. Alors, quand je suis grand,
Toujours rêvé d'être un pilote. Un pilote? Oui. Pourquoi un pilote? Un pilote parce que le pilote, il vole toujours. Et moi, mon pied, j'aime toujours qu'il vole. Comme un avion. Comme l'oiseau, oui, comme l'oiseau. Comme un avion, pour que je vois tout le monde au-dessus de moi comme des cafards. D'accord. Merci, je te souhaite bonne chance et bon courage. Merci. On va signer un chinique de l'actimar et on va signer un chinique de l'actimar et on va signer un Salam alaikum. لك ما عادش تي تقنت ليك دحني خصها ولا ما عادش معليش شو شغل بعض الاسئله صح خصها تسولو ما عادش معليش شيك السن ديالك تنشطر كي السن ديالك خصها تسولو ما عادش شنو معليش بسمك حجي واش العمر راه 10 سنين عمرك تغزت تسول معايا امك تقاري وتسول معايا زعلك معليش اتفوق تلفزيون اشرق ميدن داني ميدن غمغلان داني اشرق بن كاع شتولغ معاك الحوار معاك دابا بالزام برك شنو همي تقراش مما شو سول معايا زعلاك قاري يزعلك هو سول مع اسمك بابك نزعلك وسول مع اسمك هما ماتش سول معاك ساعات ساعات شايفين الحقت تزد الحجب ساعات نو تزغط الحجم تري واحد يزيد السات هزوغ العرس هي لو حن جاو قرام هزوغ لو جرى ويلحن طعم دمرت سطا جاني وحدك هل تي ليد الحجم تري حسات يزعلك ميلان تزفر صح نيغاتش هي مش غير شي تماتش اي تماتش غير اي تماتش ايه مناش غير اي تماتش ايه يتبقى غريب ثلاثة قاعد تعمر مع بعض قاعد نعمر مع بعض ايه خلاص كل حد تسق الليطاج خاش تقدر تزعل وتغلب لا الله خلاص بابا شو تي خدام باباك قلت لي برنامج ما تزعلك بتاخذ تخدم خلاص يا ربي والتورب ازعلك خص هذا عاد لقيت لقيت ايه هامي بتد معنى لقيت لقيت مش كذا عاد يعني بتج ديك نحل تمدينت ولي السن تمدينت ما نتحوس عن الشيء وتسحد ولدنا تسحوس ايه سما تسحوس توريست تمدينت تسحوس ايه خلاص بارك الله فيك بلا مزيه يعطيك الصحه شكرا بارك الله فيك